السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنتحدث فيها عن كيف يتم اختيار أنواع الأساسات وما هي أهم العناصر التي نحتاجها قبل اختيار نوع الأساس المناسب. لذا ابقوا معي إلى نهاية هذه الحلقة واشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة. إذن لو نتحدث عن الأساسات، فالأساسات أنواع. أولا، ما هي الأساسات؟ الأساسات هي العناصر التي يرتكز عليها المبنى، يعني هو أهم عنصر في المنشأ وهو أول عنصر نقوم بإنشائه. طبعا لتصميم الأساسات نحتاج إلى عنصرين مهمين. العنصر الأول هو أحمال المباني، والعنصر الثاني هو قوة تحمل التربة أو la contrainte admissible أو الإجهاد المسموح به. قبل ذلك وقبل الدخول في التفاصيل، دعونا نتعرف على أنواع الأساسات. لو نتحدث عن أنواع الأساسات فهي نوعين أساسيين، هما الأساسات السطحية أو les fondations superficielles، والأساسات العميقة أو les fondations profondes. طبعا لو نتحدث عن الأساسات الضحلة كما هي مسمى هنا، فهي يعني العنصر الشائع والأساس الذي يعني يكون في غالب الأحيان عندما تكون التربة لها قدرة تحمل كافية، أو بعبارة أخرى الإجهاد المسموح به للتربة يكون أصغر من الحمولات التي يستقبلها الأساس. أما الأساسات العميقة أو deep foundation فهي عندما تكون هنا مثلا الأساس نضعه هنا، وهذه الطبقة الخاصة من التربة تكون ضعيفة. ما معنى ضعيفة؟ يعني قدرة تحمل تربة، سألخصها هنا، تكون أصغر من أحمال المبنى أو الإجهادات التي يعني يستقبلها الأساس تكون أكبر من قدرة أو إجهاد التربة المسموح به. هنا في هذه الحالة تكون التربة ضعيفة، يعني غير صالحة للتأسيس، لأنه لو وضعنا عليها الأساس سندخل في مشكلة الهبوط أو التصمم. لذلك نقوم باللجوء إلى البايز أو الخوازيق أو الأساسات العميقة. طبعا الأساسات العميقة هي أنواع، النوع الشائع وهو يعني الخوازيق، عادة نستعمل الخوازيق. خوازيق هي أنواع أيضا تحدثنا عنها سابقا، لا ندخل فيها التفاصيل لكي لا تكون الحلقة طويلة. طبعا الهدف الرئيسي هو توصيل الأحمال لطبقة التربة يعني الجيدة. يعني الهدف أو الدور الأساسي لهذه الخوازيق هي عندما يستقبل هذا الأساس الحمولات أو une charge NE من هنا، يستقبلها يعني لا يستطيع توزيعها مباشرة على هذه التربة الضعيفة لأنه سيحدث هبوط، وبالتالي هذه الخوازيق ستصبح كأنها يعني وسيط بين الحمولات والتربة الجيدة، يعني تقوم يعني وسيلة نقل للحمولات. طبعا بالنسبة للأساسات السطحية نعود إليها، فهي أنواع. سنتحدث عن أهم الأنواع، وهي الأساسات المنفصلة أو لسمة الإيزولي أو إيزولاتد فوتين، والنوع الثاني يعني نتحدث عن هذا النوع كومبينت فوتين، والنوع الثاني هو الرفت فونديشن أو الرادي جنرال أو اللبشة، والنوع الآخر وهو الأساس المستمر أو الستريب فونديشن أو ستريب فوتين أو لسمال فيلونت. الآن بعد ما تعرفنا على الأساسات السطحية والعميقة وأنواعها وبعض التفاصيل، سندخل في أهم النقاط وهي كيف تتم العملية. في البداية أحبائي،
نبدأ بالتقرير التربة الذي يقوم به المهندس الجيوتقني أو المخبر الجيوتقني، سنتحصل من خلاله على بعض العناصر المهمة والخصائص الفيزيائية والميكانيكية للتربة، وبعد ذلك سيعطينا معها لا كونترانت دو سول أو الإجهاد المسموح به للتربة. بعد ذلك، بعد ما نتحصل على الإجهاد الخاص بالتربة وكذلك عمق التأسيس المسموح به أو لا كود دونكراج، سنلجأ إلى دراسة المبنى أو سننتقل إلى دراسة المبنى التي يعني العملية التي يقوم بها المهندس المدني. بعد ذلك، بعد ما يقوم بدراسة المبنى، انطلاقا من أحد البرامج مثل برنامج إيتابس مثلا، سيقوم بحساب الأنئو، يعني استخراج الأنئو أو استخراج الأحمال التي يعني تنتج من المبنى أو أحمال المبنى. أنئو هذه استخرجها انطلاقا من برنامج إيتابس أو الطريقة اليدوية، وهي لا ديسون دي شارج التي تحدث عنها زميلنا في القناة في أحد الحلقات السابقة. طبعا بعد ما نتحصل على أنئو ولا كونترانت أدميسيبل، سنلجأ أو سننتقل إلى المرحلة التالية، وهي مقارنة الأنئو مع لا كونترانت أدميسيبل، أو نقارن أحمال المبنى مع الإجهاد المسموح به للتربة. إذا كان الإجهاد المسموح به للتربة أكبر من أحمال المبنى فهنا لا بأس، يعني هذا يعني أن التربة الخاصة بنا يمكنها تحمل الأحمال الناتجة من المبنى، هذا كل ما في الأمر، يعني التربة أو لا كونترانت دو سول الخاصة بنا يمكنها أن تتحمل الأحمال المتولدة من المبنى في عمق معين أو دي معين. طبعا هنا نلجأ إلى الأساسات السطحية، وهي أنواع كثيرة. نبدأ يعني النوع الأول، يعني الترتيب يكون هكذا، يعني أساسات منعزلة أو منفصلة، ثم الثانية تأتي الأساسات المستمرة أو لسومال فيلونت، ثم ثالثا تأتي الرفت فونديشن يعني أو الأساس المساحي أو الرادي جنرال. أما إذا كانت الأنئو أو أحمال المبنى أكبر من إجهاد التربة، فهذا يعني أن الأحمال التي تأتي على الأساس هنا أنئو والتي تتحول إلى إجهادات هنا، هذه الأحمال تكون أكبر من قدرة تحمل التربة أو سيجما سول. هنا في هذه الحالة يعني يمكن كما ذكرنا في السابق أن تحدث مشاكل الهبوط أو التصمو، وبالتالي سنلجأ إلى الأساسات العميقة أو كما ذكرنا في بداية هذه الحلقة. إلى هنا أحبائي أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم نوعا ما. إذا استفدتم لا تنسوا دعمي بلايك في الفيديو وأن تشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. بالنسبة لهذه الصور لمن يسأل عنها، وجدتها عند أحد الإخوة المصريين قام بشرح أحد الدروس بواسطتها، فيعني استعنت بها لكي أبسط الأمور عليكم. نلتقي في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.